المحاضرة الخامسة لطلبة قسم الفيزياء المرحلة الثانية مادة الفيزيكال كيمستري أو الكيمياء الفيزيائية. موضوع هذه المحاضرة عن المواد الموصلة والعازلة الغير موصلة وأشباه الموصلات اللي هي الكوندكترز والإنسوليترز والسيمي كوندكترز. بشكل عام الذرة تتكون من نواة وحولها مجموعة من الإلكترونات. هذه النواة تكون شحنتها موجبة نتيجة أو بسبب شحنة البروتونات، حيث النواة تتكون من بروتونات ونيوترونات. النيوترونات عديمة الشحنة فليس لها تأثير من ناحية الشحنة، إذن تبقى البروتونات فقط شحنتها موجبة فرح تعطي النواة شحنة موجبة. حولها الإلكترونات تبقى حول النواة بسبب شحنة الإلكترونات السالبة وهي معاكسة لشحنة النواة، هذا يؤدي إلى حدوث تجاذب ما بين النواة والإلكترونات. كمثال احنا عندنا ذرة الليثيوم اللي هي أصغر ذرة لمادة معدنية، تمتلك ثلاثة إلكترونات وثلاث بروتونات وأربع نيوترونات. الإلكترونات حركتها بالمعادن ما تكون محددة بمدارات أو مسارات معينة وثابتة لا تحيد عنها أبدا، وإنما تكون لها حركة نوعا ما عشوائية وغير مركزية، وتظل تتحرك الإلكترونات بهذه الطريقة، فراح تؤدي إلى تكون أو حصول نوع من الغيمة أو بحر من هاي الإلكترونات نسميها delocalized electrons اللي هي إلكترونات ليست متموضعة أو ما لها موقع ثابت ومعروف. هذه راح تعتمد عليها أغلب خصائص المعادن من ناحية التوصيلية ومن ناحية الميتاليك بوند، وراح نجي عليها هي وغيرها بتكملة هذه المحاضرة. الفرق ما بين الكوندكترز والإنسوليترز، مثل ما تشاهدون الشكل أمامكم يوضح المسافة اللي نسميها الباند جاب ما بين الفالنس باند والكوندكشن باند اللي هي حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل. حزمة التكافؤ نقصد بها إلكترونات التكافؤ اللي هي موجودة بالغلاف الخارجي الأبعد عن النواة اللي سميناها إلكترونات التكافؤ. المسافة أو الطاقة اللي راح يحتاجها الإلكترون للانتقال من الفالنس باند للكوندكشن باند، هذه كل ما تكون أقل راح تكون انتقال الإلكترونات للكوندكشن باند أسهل وأسرع، وراح ينطينا كل ما كان أسهل وأسرع راح تكون قابلية توصيل هذا المعدن أو هذه المادة أعلى وأفضل. كل ما زادت مقاومة انتقال الإلكترون أو المسافة والطاقة اللازمة لانتقال الإلكترون من الفالنس باند حزمة التكافؤ إلى الكوندكشن باند صار أصعب، وأدى إلى أنه يكون مادة عازلة. المواد شبه الموصلة تكون المسافة أو الطاقة اللازمة لانتقال الإلكترونات أعلى من الكوندكترز اللي هي المواد الموصلة، ولكن ممكن انتقالها تحت ظروف معينة كأنه يكون يتعرض إلى طاقة تسخين أو أحياناً تشويب، وراح نجي على ذكرها بتكملة المحاضرة. أغلب المعادن تعتبر موصلات جيدة للكهرباء والحرارة، ولكن معظم اللافلزات عكس هذا الشيء وما تمتلك هاي الميزة أو التوصيلية. الميتاليك كاركتر هي التسمية اللي تطلق على العناصر أو المواد اللي تمتلك وتكون معدنية وتمتلك هذه الخصائص المعدنية الكيميائية.
بشكل عام على الجدول الدوري، الخصائص المعدنية أو الفلزية تزداد باتجاهنا من الأعلى إلى الأسفل، يعني العناصر كل ما ننزل نحو الأسفل تكون لها أو خاصية المعدنية الفلزية بها أعلى، إذا بالاتجاه المعاكس راح تبدي تقل، وبالاتجاه من اليمين نحو اليسار أيضا تزداد. لذلك مثلا عندنا البريليوم يمتلك خصائص فلزية معدنية أقل من الباريوم كمثال. نتيجة لأنه صارت زيادة بنصف القطر الذري، كلما نتجه من اليمين إلى اليسار أو من الأعلى إلى الأسفل، هذه الزيادة بالذرة الواحدة راح يؤدي إلى أنه الإلكترونات اللي بالغلاف الخارجي معناها دا تبتعد عن النواة، فدا تقل تجاذب والاحتفاظ بالإلكترونات بهذا الغلاف الخارجي من قبل الذرة والنواة. هذا راح يولد إمكانية حركة لهذه الإلكترونات وتحرر وانتقال أسرع وأسهل، وما يحتاج إلى طاقة عالية حتى تتحرك هذه الإلكترونات، ونتيجة لحركة هذه الإلكترونات راح هي تنطينا القدرة على نقل، أو تنطي المعدن القدرة على نقل كهرباء أو الطاقة الكهربائية والحرارية. الأصرة المعدنية الميتاليك بوند، هذه الميتاليك بوند هي وصف لهذه الغيمة أو البحر من إلكترونات التكافؤ اللي تكلمنا عنها، هي إحدى خصائص أو مميزات المعادن اللي راح تنطيها مميزاتها اللي هي أهمها التوصيلية والبريق والليونة وإلى آخره. أهم العوامل المؤثرة على قوة هذه الآصرة هي العدد الإلكترونات اللي دي يصير بها delocalization اللي سميناها غير متموضعة، كمية الشحنة الموجبة الموجودة بالأيون المعدني، وآخر شيء نصف القطر لهذا الأيون. خصائص الآصرة المعدنية، أول خاصية بها أو توفرها هي الإلكتريكال كوندكتيفيتي التوصيلية الكهربائية اللي هي المسبب الرئيسي إلها، هذه غيمة وبحر الإلكترونات الغير متموضعة اللي تظل بحركة دائمة وما لها موقع ثابت. هذه الإلكترونات هي المسبب الأساسي للتوصيلية الكهربائية، حيث عند تسليط جهد على المعدن هذه الإلكترونات اللي سميناها delocalized electrons تبدي تتحرك نحو الجزء الموجب أو القطب الموجب، فراح تنطينا راح تؤدي إلى انتقال الكهرباء أو الطاقة الكهربائية والتيار الكهربائي. الخاصية الثانية هي التوصيلية الحرارية. التوصيلية الحرارية سببها بشكل مختصر هي عندما يتعرض المعدن لحرارة، هذه الحرارة هي طاقة حركية راح تؤدي إلى زيادة حركة الإلكترونات بشكل تقريبا عشوائي. هذه الإلكترونات طبعا الحرة الحركة اللي غير متموضعة delocalized electrons راح تزيد من حركتها، نتيجة لزيادة هذه الحركة هذه الإلكترونات راح تبدي تحصل بينات التصادمات، نتيجة لهذه التصادمات طبعا الطاقة الحرارية راح تبدي تنتقل عند حدوث هذه التصادمات من إلكترون إلى إلكترون الآخر، وراح يؤدي إلى سريان الحرارة داخل المعدن من اتجاه إلى اتجاه آخر مثل ما موضح بالشكل. الماليابوليتي أو الليونة كمثال، عندنا
بلورات أو مادة كلوريد الصوديوم، الصوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام، عند طرقه راح تتهشم وراح تتحول إلى مسحوق أنعم من ما كانت عليه. المعادن ما يصير بها هذا الشيء، ليش؟ لأنه الصوديوم كلورايد الكريستال لاتس مال المادة، الشبكة البلورية اللي تكون مصطفى بيها ذرات المادة صلبة وأواصر بيناتها جدا قوية، فعند طرقها راح تتهشم وراح تتحول إلى أجزاء أصغر. بالمعادن هذا الشيء مختلف، هذه الكريستال لاتس أو الشبكة البلورية لها القدرة على التشوه والتحرك بدون ما تتكسر الأواصر بيناتها وتؤدي إلى يعني تحولها إلى قطع أصغر وبأحجام أصغر وطريقة عشوائية. هذه القدرة على التشوه أو نوع من المرونة تكون بالكريستال لاتس، يعني الرجيديتي مالتها أقل. هذه نسميها خاصية الليونة للمعادن اللي هي تنطيها قدرة التحمل للطرق والسحب. الميتال كلاستشر هو البريق المعدني. المعادن لها بريق، مثال على هذا أمثلة جدا واضحة ومعروفة اللي هي الذهب، الفضة، البلاتين، الحديد، كلها لها بريق. هذا البريق سببه بشكل مبسط هو عند سقوط أشعة الضوء على سطح المعدن، هذا الضوء راح يمتص، فوتونات الضوء تمتص بشكل طاقة من قبل الإلكترونات اللي تكون ديلوكالايزد بحركة مستمرة. هذا الامتصاص يكون سريع، يعني سقوط الضوء، امتصاص الإلكترونات لهذه الطاقة يتم بصورة سريعة جدا، لهذا راح يكون أيضا فقدان الإلكترونات لهذه الطاقة أيضا سريع. فالإلكترونات من تمتص الطاقة راح تنتقل من الحالة المستقرة أو الجراوند ستيت إلى حالة متهيجة بمستوى طاقة أعلى، هي امتصت طاقة، اكتسبت طاقة خلال فترة قصيرة جدا. هذه الطاقة الممتصة راح تفقدها الإلكترونات وتنبعث على شكل يكون هذا اللمعان ويعطي اللمعان، والإلكترونات تبدي ترجع إلى الجراوند ستيت إلها. فهذه سبب البريق المعدني الميتاليك كلاستشر. هاي ميلتينج اند بويلينج بوينتس، المعادن نتيجة لوجود العاصرة المعدنية الميتاليك بوند اللي هي راح تؤدي إلى تجاذب بين ذرات المعادن وتنطيها، طبعا هذه العاصرة قوية راح تنطيها نقطة انصهار وغليان عالية، لأنه لحدوث الانصهار يجب أن يكتسب المعدن طاقة ويتم تسخينه إلى درجة حرارية عالية لكي يتحول إلى الحالة السائلة، من الحالة الصلبة إلى السائلة. طبعا ما عدا بعض، أكو استثناءات بعض المعادن مثل المركري اللي هو أصلا سائل بدرجة الحرارة الاعتيادية ودرجة حرارة الغرفة، والزنك والكادميوم، بس هذه استثناءات. بقية المعادن تسري عليها هذه الخاصية، فنحتاج طاقة عالية، درجة حرارة عالية لكي تتكسر هاي الروابط ويتحول إلى حالة سائلة، وبعدين بازدياد هاي الطاقة والمدة الزمنية يتحول أو يوصل درجة الغليان. مثلا بالجاليوم ممكن الميتاليك بوند تحتفظ بقوتها حتى بعد ذوبان المعدن، لأنه الجاليوم من خصائصه أنه يذوب بدرجة حرارة تقريبا 30 درجة مئوية، ولكن ما يوصل للبويلينج بوينت اللي هي درجة الغليان إلا بعد 2400 درجة مئوية، لذلك الجاليوم ممكن ينصهر بسهولة ولكن ما يوصل إلى درجة الغليان ويتحول إلى يعني يصير بتطاير إلا بوجود درجة حرارية مرتفعة جدا. ننتقل إلى السيمي كوندكترز، أشباه الموصلات.
أبرز وأشهر أمثلة عليها هي السيليكون والجرمانيوم. هذه العناصر غير موصلة بدرجات الحرارة الاعتيادية، ولكنها تبدي تظهر قدرة توصيلية من نسوي لها دوبينج، يعني نسوي أديشن من شوائب أو عناصر أخرى مثل البورون والزرنيخ. السيليكون والجرمانيوم الذرة الواحدة منهم ممكن تتأثر بشكل تساهمي، يعني الإلكترونات الموجودة بغلاف التكافؤ ما يتم فقدانها ولا يكتسب يتم اكتساب إلكترونات أخرى، وإنما يصير تشارك، يعني تقترب منها ذرة أخرى ويحصل تشارك بهذه الإلكترونات فيصير تآثر. لهذا ما راح تصير ولا راح تتكون إلكترونات حرة الحركة وتتكون الغيمة الإلكترونية أو البحر الإلكترونات اللي ما إلها موقع ثابت، وتؤدي طبعا تنطي قدرة لهذه العناصر على نقل الطاقة الكهربائية كمثال أو الطاقة الحرارية وتكون موصلة. لهذا بالحالة النقية هذه العناصر تكون غير موصلة. من نسوي لها تشويب مثلا ندخل الأرسنك الزرنيخ ذرة منها بدل ذرة للسيليكون أو ذرة جرمانيوم بالشبكة البلورية، راح تحول إنه تصير أكو طبعا الزرنيخ يمتلك 5 إلكترونات تكافؤ، 4 منها راح تتآثر أواصر تساهمية مع إلكترونات السيليكون أو الجرمانيوم، وراح يبقى إلكترون حر الحركة. بزيادة التشويب راح تزداد أعداد الإلكترونات اللي تكون غير متآثرة. نتيجة لوجود هذه الإلكترونات راح تعطينا أو راح تتكون وتبدي تمتلك هذه العناصر اللي هي السيليكون أو الجرمانيوم خصائص توصيلية تزداد قدرتها على التوصيل. بهذه الحالة من راح تبدي تتجمع عندنا إلكترونات، الإلكترونات شحنتها سالبة، وهذه الإلكترونات هي راح تكون سبب للتوصيلية، فراح يسمى بموصلات من النوع N، يعني negative semiconductors. أما في حالة إضافة ذرة بورون اللي هي تمتلك 3 إلكترونات بالغلاف الخارجي، راح تصير عندنا 3 إلكترونات تتآثر تكون مرتبطة، وراح عندنا المكان الرابع للبورون يظل حفرة تكون موجبة لأن هي تريد تكتسب إلكترون بس ما موجود. هذه البوزيتيف هولز راح أيضا تنطي قدرة على التوصيلية للمواد الغير الموصلة اللي نريد نحولها إلى موصلة أو شبه موصلة. بهذه الحالة راح نسميها الـ P-type أو الـ positive type semiconductors. الخلايا الشمسية هي أجهزة تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية، تتكون من ويفرين قليلة السمك من السيليكون. إذن الخلية الشمسية تتكون من قطعتين من سيليكون نسميه سيليكون ويفر، ويفر مقصود بشريحة رقيقة، واحدة منها أحدى هاي القطعتين تكون مشوبة بقليل من الزرنيخ، راح ينطينا N type semiconductor اللي هو النيجاتيف تايب. والشريحة أو القطعة الثانية من السيليكون تكون مشوهة من نوع positive type، يعني بيها trace أو تشويب بسيط من البورون، راح يكون لنا ال P-type semiconductor أو ال P-type silicon. بين هاي الشريحتين تكون أحيانا أكو فد صبغة من نوع معين، فد مادة سائلة من تتعرض الخلية الشمسية عند تعرضها لأشعة الشمس راح يصير excitation تهيج للإلكترونات الموجودة بالN-type
سيليكون ويفر. هذا التهيج راح يؤدي إلى انتقال هذه الإلكترونات من الـ N-type إلى الـ P-type اللي هو راح يمتلك الـ positive holes أو الفجوات الموجبة. جريان أو انتقال هذه الإلكترونات من الـ N-type wafer إلى الـ P-type راح يؤدي إلى تكون تيار كهربائي. بما أنه الخلايا الشمسية الفولتية أو فرق الجهد اللي يتكون منها غير كبير، استخدمت أو يحتاجون ممكن لتوليد جهد بكمية معينة أو بجهد أو جهد عالي احتاج خلايا متعددة. لهذا استخدمت بال satellites والspace crafts يعني المركبات الفضائية والأقمار الصناعية لتزويدها بالطاقة الكهربائية، لأنه تعتبر طاقة متجددة الطاقة الشمسية، لهذا ممكن تستمر فترات وسنين طويلة وما تحتاج وقود أو تزود بالوقود. الليكويد كريستال هي مواد تكون في حالة ما بين السائلة والكريستال أو الصلبة نقصد بها، حالة وسطية. بعض المواد العضوية اللي تكون على شكل أعمدة ما تذوب أو تنصهر وتتحول إلى سائل بشكل مباشر، وإنما تمر بحالة هي تسمى بالليكويد كريستال ستيت، يعني البلورات السائلة. تحتوي هذه البلورات على خصائص من المواد السائلة أو الموجودة بالمواد السائلة، وبعض خصائص المواد الصلبة اللي هي تكون متبلورة وتمتلك كريستال لاتكس أو شبكة بلورية، حيث أنه بالسائل ترتيب الجزيئات عشوائي وحركة عشوائية أو مستمرة، وممكن إحداهما تعبر أو تتجاوز الأخرى. أما بالمادة الصلبة تكون الجزيئات والذرات مرتبة بشبكة نسميها الشبكة البلورية، لها مواضع محددة لا تتحرك عنها. أما في البلورات السائلة Liquid Crystals راح يصير ترتيب الذرات والجزيئات بالتوازي، تكون متوازية مجاورة لبعضها البعض، مما يمكنها أنه تتدفق، لها Fluidity يعني إلها بعض خصائص السوائل مثل التدفق، وإلها خصائص بصرية تمتلك وتبقى محتفظة بالخصائص البصرية الـ Optical Properties للـ Solid Crystals. أنواع الـ Liquid Crystals النيماتيك اللي هي لا تمتلك ترتيب محدد وإلها حرية حركة، تستخدم بالتلسكوب لينسز يعني عدسات المجاهر. أما السيمتك هي حالة من الكريستالات السائلة تشبه بقايا الصابون اللي تكون لزجة وسميكة بقعر وعاء أو إناء الصابون، هذه تكون بها الجزيئات مرتبة بطبقات. هذه الطبقات بشكل عام أو كامل يعني مجموعة الطبقات ممكن تتحرك، ولكن الحركة ما بين الطبقات يعني طبقة مع طبقة أخرى محددة جدا، يعني تقريبا لا تمتلك حرية حركة ما بين الطبقات. هاي تطبيقاتها، أشهر تطبيق لها هي الـ LCD screen Liquid Crystal Display، بسبب تمتلك response time
كهروضوئي عالي جدا، يعني زمن استجابة عالي جدا. وآخر نوع هو الكوليستيريك، أو ممكن يسمى بالكايرال نيماتيك فيز، يكون ترتيبه جزيئات محاذية أو موازية وبزاوية فيما بينها، يعني ليست متوازية بشكل كامل مثل السيميتيك، وإنما بيناتها أكو زاوية بسيطة طفيفة. هذه الطبقات تكون مكدسة بشكل رقيق جدا، بعضها فوق بعض. وهذا النوع من الكريستال ليكويد كريستالز يتميز بأنه له قابلية على تغيير اللون بتغير درجة الحرارة، لذلك من أهم تطبيقاته هو الثيرموميترز والمودرينجز. المودرينجز هي مقصود بيها إذا شايفين قبل فترة ظهرت بالأسواق خواتم محبس أو حلقة، هذه تختلف لونها يتغير، وهم خالين عود على أساس من يصير اللون كذا هذا مزاج الشخص يكون سيء، يكون غاضب، حزين، ويا كل مزاج أو حالة يتغير لون هذا الخاتم. هذا المقصود بها المود رينجز. طبعا هي أساس تغير اللون يعتمد على تغير بدرجة حرارة الجلد أو السطح اللي يلامس هذا الخاتم، فيؤدي إلى تغير لونه. هذا هو الأساس العلمي، ما لها علاقة بالحالة المزاجية أو الحالة النفسية.